صباح الخير. اليوم حابة أحكي قبل ما نبلش حلقتنا عن موقف توقفنا امبارحة. مجموعة شبان كانوا قاعدين وعم يتنمروا على رفيق. من بعيد انزعجت وقلت بقلبي بعد في أشخاص هيك؟ بعد في بمجتمعنا عالم تتنمر؟ تنمر من أخطر الأمور على المتنمر وعلى الشخص اللي عم يتلقى هيدا التنمر. بكفي نكب بغض على بعض، بكفي نكب الشر. شو حلو نكب المحبة، شو حلو يكون في سلام، شو حلو انه نشوف كل شخص حلو على طبيعته. ما ننطر عيوبه، ما ننطر الأخطاء بحياته ونطلع عليها ونمسكها ونبلش نعيره. حلو انه نشوف السلام، نحب الاخر مثل ما هو وبلا ما نفكر بالقصص السلبية. كل شخص حلو بعيوبه وبالقصص الحلوة عنده. بداية نهارنا بالسلام، خلينا نشوف كل شخص بجماله مثل ما هو. خلي الشخص اللي مقابلنا يكون مرتاح على طبيعته، طبيعة حلوة والله خلقنا نكون طبيعيين. بداية الفقرة الأولى رح تكون مع الراهب الماروني المريمي الأب دومينيك نصر ومع فقرة الإنجيل. بسم الآب والابن وروح القدس، إله الواحد، أمين. أقرأ من إنجيل متى الفصل 15 من الآية 21 إلى الآية 28. وخرج يسوع من هناك وجاء إلى نواحي صور وصيدون، وإذا امرأة كنعانية قد خرجت من هناك وجعلت تصيح قائلة: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، إن ابنتي بها شيطان يعذبها عذابا شديدا. فلم يجبها بكلمة، فدنا تلاميذه وسألوه قائلين: اصرفها، فإنها في إثرنا بصراخها. فأجاب وقال: إني لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. إلا أنها جاءت وسجدت له قائلة: أغثني يا سيدي. فأجاب وقال: لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين ويلقى للكلاب الصغيرة. فقالت: أجل يا سيدي، ولكن الكلاب الصغيرة تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أصحابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، فليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها في تلك الساعة. المجد لك يا رب، المجد. إخوتي، في هيدا النهار المبارك الكنيسة المارونية حطت بين إيدينا هيدا النص يلي بهالأسبوع عم نتأمل بعنوان نحط نهار الأحد: إرسال الرسل. من بعد ما كنا الأسبوع الماضي دعوة الرسل، اليوم الرب يسوع المسيح إرسال الرسول. إرسال الرسول أول شيء قال لهم: ما بتروحوا على المدن البعيدة لعند الوثنيين، بتروحوا لعند أبناء اليهود الضالة البعيدة عن كلمة الرب. وهلأ الرب عم ببلش يبعثهم أكثر وأكثر لعند الوثنيين. اليوم مجيء الرب يسوع المسيح على أرض لبنان صيدا وصور أول برهان إنه الرب يسوع المسيح عنده محبة وعنده تمييز لهيدا البلد، لهيدا الشعب. إذا بدنا نتأمل في مجيء الرب يسوع المسيح على هالمناطق الوثنية كانت بوقتها، تصوروا جاي على منطقة وعرفها وثنية وبعد شوي بجاوب هيدا الجواب لهالامرأة الكنعانية القاسي الظالم يلي ما ببين أبدا
عن محبة وعن رحمة وعن انفتاح وعن إرسال البشارة وتوصيل هالبشارة لهالأشخاص. ليش قولكم الرب يسوع المسيح تصرف بهذه الطريقة؟ أولا رح نحكي عنها بعدين، ولكن هلأ حلو نتأمل بهالكلام العظيم يلي استعمله الرب. عم يدعي بهيدي الرسالة إلى تلاميذه عيش الرحمة والمحبة. عم يدعي بهالرسالة إنه نكون نحن على مثال هالامرأة يلي ما إجت عم تطلب لإلها، عم تطلب لبنت. وهيدا الطلب لبنتها قبلت بالذل وقبلت بالكلام الجارح، ولكن لأنه بدها توصل للهدف اللي بدها توصل له، كيف بنتها مستعدة تعمل كل شيء كرمال تنال هيدا الشفاء. رديت إنه تشبه بالكلاب كرمال هي تاخد ولو هالفتاة الصغير هالرحمة الخفيفة من الرب تتنال بنت الشفاء. هل نحن اخوتي عنا هالإيمان الكبير لعندها ياها الامرأة الكنعانية؟ هل نحن أول ما نسمع إنه الله حاضر بهالمكان أو مع هيدا الشخص، هل الله حاضر بحياتنا وبيومياتنا؟ إذا كان حاضر الرب، هل نتركه نايم أو نتصرف معه بطريقة لا مبالاة، أو بدنا نصغي لكلمته ونسعى صوب الوصول إلى الهدف اللي هو اتحادنا مع الرب يسوع المسيح؟ التلاميذ دور كان شقين. الدور الأول كان دخيلك خلص، خلصنا منه، خلصنا من صوت القاسي والعالي، عملنا اللي بدها إياه كمل بس نرتاح من صوته. نحن هالرسل، هالرب يسوع المسيح اللي بعتنا رسل بمجانية لعند باقي العالم، هل عم نتعب ومنيأس من صراخ وأنين هيدا الشعب، أو عم نصغي لهالصراخ والأنين ونوديهم لعند الرب؟ كان في عنا شغلة من الاثنين وتلاميذ عشوة، أو خلصنا منها، أو يا رب هيها هيدا الشخص اللي أنت بعتنا لعنده، نحن عم نقدمه عندك لأنت تتمم إرادتك بحياته. وبالختام القسم الأخير منلاقي الرب يسوع المسيح استدرج إذا بدنا هالإمرأة الكنعانية ليوصل رسالة عميقة للتلاميذ إنه هو مش بس جاي كرمال اليهود، ولكن هو جاي كرمال كل إنسان. إجا على أرض الكنعانيين، إجا على أرض الفينيقيين السورية اللبنانية، إجا تيقول لهيدا الشعب أنا كمان كرمالك جاي. فما تخاف، أنت اللي بتعتبر حالك خاطئ، أنت اللي بتعتبر حالك بعيد عن الرب، أنا بقلك يسوع جاي لعندك. يسوع حاضر أنه يفوت على بيتك وعلى داخلك، ولكن أنت مطلوب منك شغلة واحدة بس، تفتح الباب خلي يفوت ويتم الشفاء النفسي والجسدي والروحي، لأنه ما في شفاء إلا من خلال الكنيسة وتعاليم الكنيسة، ومن خلال أكيد الرب يسوع المسيح. أمين. مشاهدينا، بريك صغير ومنرجع لنتعمق أكثر بتفاصيل الإنجيل مع الأب دومينيك نصر. تعظم الوباء، تأخر الدواء، يا مريم يا مريم ساعديني.
يا مريم يا مريم خلصيني، حبك الرجاء ابنك الفداء، ذكريه في عذابي واذكريني، ذكريه في عذابي واذكريني. تعاظم الوباء تأخر الدواء، يا مريم يا مريم ساعديني، يا مريم يا مريم خلصيني، حبك الرجاء ابنك الفداء، ذكريه في عذابي واذكريني، ذكريه في عذابي واذكريني. رجعنا مشاهدينا لنناقش الإنجيل مع الأب دومينيك. مثل ما ذكرت أبونا، إنجيل اليوم إذا فينا نقول كان عم يشمل المرأة اللي هي الكنعانية. دايما يسوع عم يعطينا أمثال من أشخاص عاديين مثلنا مثلهم، ولكن يعني أمثال قريبة لحياتنا اليومية اللي عم نعيشها هلأ أو بالزمن اللي قبل. هيدي الإمرأة مثل ما ذكرت أنه هي ضحت وعملت كتير لحتى توصل للي بدها إياه، واللي هو كان شفاء بنتها. هون فينا نحكي أول شيء عن قصة الأمومة، قدي الأم بتضحي. كمان فينا نشملها مع قصة المحبة، يعني الواحد لما بيحب شخص أو لما عنده مثل مشاعر للشخص الآخر يمكن بيضحي كرماله. كيف فيك تشرح لنا هيدي الفكرة؟ أكيد معك حق باللي قلتيه 100%. أولا أنه الرب يسوع المسيح وأول شخص عبر التاريخ عطى هالقد قيمة أول شيء للإمرأة، وهيدا عم نحكيها من 2000 سنة، يلي بعدة مطارح بيّن أنه ممنوع المرأة تحكي مع رجال، وخاصة مرأة كنعانية وثنية تحكي مع واحد يهودي، هيدي مش كتير مقبولة. ومن ناحية الإمرأة، هالقد الأم اللي بتحب حقيقة واللي عندها الرحم اللي هو الرحمة، للا رح نحكي عنها ببحر هيدي الحلقة، منلاقي أنه الرب عم بيطلع من هالامرأة حقيقة شعور الأمومة الحقيقية. الأم الحقيقية هي الأم يلي مش بس بتضحي، بيندعس على كرامتها مثل ما بينقال على بالطريقة اللبنانية، ما عندها مشكلة، مهم يوصل الخلاص لبنتها أو لابنها أو لحدا من عائلتها. هيدي هي المحبة الشاملة، هي المحبة الكبيرة. هيدا هو يسوع المسيح وقت قال حسبي التلميذ أن يكون أفضل من معلمه. هيدا هي الله، مش هو محبة، مش هو إجا افتدينا وخلصنا، عم يعطي نعمة للبشرية، أنت تكون أعظم مني حتى بالتعبير بالمحبة. جيت أنت قبلت بالذل، قبلت بالقهر، ولكن كرمال توصل لمبتغاك الحسن والجيد. لأنه هون بنوقف على محطة، طب ما أنا كمان إذا ابني أو بنتي أو حدا من عائلتي انضر، بدي روح اقتل، بدي روح دمر، بدي روح أعمل، كمان دافع عن كرامة هون. لا، هيدا مش هاي المحبة، مش هالطريقة. لأنت شو في فرق بينك وبين غيرك؟ إذا أنا جيت قتلت يلي قتل لي ابني، أو جيت هيدا بيرجع للسلام إذا فينا نقول. ولكن يمكن الإنسان من محبته أيام بيفور. نتذكر بالأيام القديمة بالعشائر أو بالقبائل كانوا يقتلوا إذا حدا انقتلهم من عائلتهم، يحسوها أنه صح في الطار مزبوط. ولكن نحن هيدا الطار فيه يكون مثل ما عم بتقول بطريقة سليمة أكتر، بطريقة سلسة أكتر. ضروري أبونا، كمان حكيت عن قصة أنه الإيمان بيسوع. أنا هون بدي أستوقفك وبدي أسألك، الإيمان بيسوع هو موجود يمكن بقلب كل شخص منا، ولكن في وجود الشيطان يلي هو بمطارح بخلي هالإيمان يتزعزع. صح، عم تقولي أكثر من صحيح ودقيق وجوهري. يسوع حاضر فينا كلنا سوا، ولكن كيف نحن عم نتخلي يسوع يتفاعل بحياتنا، يبين
نقشعه مثل ما بمثل مش بمثل بحدث يسوع وقت كان بالباخرة مع تلاميذه صار فيه هيدي العاصفة يسوع كان نايم وصرخ بطرس وتلاميذ وينك إننا نهلك يسوع كان حاضر وقال لهم يا قليل الإيمان ما أنا موجود كذلك الأمر ببحر حياتنا يسوع حاضر بكل واحد منا ولكن للأسف الشيطان الكائن الحاضر وهون بحب اتوقف على هيدي الشغلة ما إلنا حق لا إكليروس ولا مؤمنين ولا عالم نلغي إنه الشيطان منه موجود وهيدي صارت كتير موجودة بمجتمعنا صرنا عم نحكي ونبشر ونقول إنه الشيطان غير حاضر كيف الشيطان غير حاضر؟ بس إذا الشيطان أكثر. غير حاضر يعني الملائكة غير حاضرين لأنه بالإنجيل انحكى عن الملائكة مثل ما انحكى عن الشياطين عن أكثر من مرة الرب وجربوا الشيطان وطلع هذا وسألوا من أنت وجابوا أنا نحن جنود معسكر يعني كتار وهون كمان في سكنة لهذه الامرأة شيطان وبمطرح تاني بيقول عنه إنه بعل زبول رئيس الشياطين يعني موجود نحن ما إلنا حق نلغي حضوره بس نحن لا نؤمن فيه الفرق وين إذا هيدي الامرأة الكنعانية عرفت إنه بنتها عندها مشكلة بس ما عرفت شو مشكلتها عرفت إنه بها شيء ممكن تروح مثلا نحن إذا أنا راسي عم يجعني موجوع روح لعند الحكيم موجوع طب وين عم يوجعك موجوع ما رح يعرف يطببني وتعرف راسي اللي راسي عم يجعني لأنه كنت مبارح بالشمس أو لأنه ضربته بالحيط أو لأنه بكذا ساعتها بعرف يتوجه العلاج ساعت اللي عرفت هالإمرأة الكنعانية أنه في شيطان تاكن بداخلها لبنتها ساعتها بيجي الرب يسوع المسيح وبيشفي بيطرد الشيطان طرد الشيطان موجود فنحن إخوتي نحن ضروري نعرف أنه هيدا عدو الله حاضر وعدو الله لا يقاوم إلا بالله الله هو الوحيد اللي بيقدر يقضي عليه ولكن نحن بدنا نعرف أنه عنده كتير حيل بده يستعملها تيوجهنا سو نبعد عن الله أبونا يعني اليوم بحياتنا نحن إذا بدنا نطرد الشيطان نطرده بالصلاة؟ أول شيء نتوجه صوب الكنيسة لأنه في الكنيسة حطت أسس ونعطت لأشخاص معينة بطرد الأرواح الشريرة أول شيء بدنا نميزها مش دايما هيدا واحد بيكون مسكون ولا دايما مش مسكون بدنا بتوجه لعند الكاهن الكاهن بيعرف يميز هيدي الحالات في منهم أشخاص يمكن عندهم مشاكل نفسية أو مشاكل معينة خلتهم يحسوا بهذا الموضوع وفي أشخاص تاني لا بيكون في تدخل شيطاني صار في سحر عليهم صار في إخبار عليهم خلت هيدي الشغلة تصير ولكن نحن مش هيدا هو إيماننا نحن إيماننا بالرب يسوع المسيح ولكن ما فيها نلغي أن هذا الشيء حاضر مثل غبطة البطرك ب 2006 بتموز بدير القمر بيجي بيقول جملة رائعة بضل أنا رددها قال وقت كان عم يحكي عن مثل هيدا النص عم بيقول إنه كل واحد بيقول ما في شيطان أكان إكليروس أو علمانية أو رهبانات أو شو ما كان يكون عم بيقول ما في شيطان هو الشيطان بحد ذاته لأنه أنت عم بتقول ما في شيطان يعني أنت وقاعد بفخ الشيطان اللي بيقول أنا مني موجود تصور هلأ أنا عم قلك أنا مني موجود بالأوضة هون أنت اقتنعت أنا مني موجود في أعمل بدية في خرب البيت في خرب الأوضة في خرب الكاميرات في خرب البدية من دون ما تعرفي وتعرف لا أن شخص موجود هون حتى أنا بعرف حط له إطار وقفه على حده وبعدين بلاقي له العلاج المناسب ولكن أبونا أنا بلاقي أنه الشخص اللي بيأمن بيسوع وبيصلي ويمكن عم يمشي بسلام بقلبه لأنه أهم شيء نركز على السلام لأن السلام هو بيجيب المحبة وبيجيب التعاون وبيجيب الصدق لما بيكون حدا عنده هذا السلام يمكن الشيطان ما بيقدر يقرب عليه ما بيقدر يقرب عليه بس هو حاضر وناطر ناطر على أول نقطة ضعف بده يفوت عليا تينزعلنا هذا السلام يعني مزبوط ما بيجي علينا ما بيقدر يتخطينا
بس كل ما نحن عم نبلش نحس بضعفنا وبعدم حضور الله بحياتنا أو الله منه هو عم نفتح له دايما بابنا، هديك هديك ناطر. يعني الفرق بين يسوع والشيطان شو؟ يسوع مهذب بدق الباب بينطر تنقله تفضل تنفوت، هيداك بينطر بفوت دغري، بفوت دغري وبلش ينزع. فكرمال هيك مزبوط نحنا مش نحنا ما بهمنا الشيطان، لأنه هو مزبوط بنفكره أنه قوي، ولكن هو أضعف كائن. ليش؟ لأنه بيوهمنا بالإشياء أنه هي ضخمة ويأس منعيشنا بيأس كلها سوا، ولكن بتنفيس صغيرة بيرجع لحجمه ببين مجد الرب بحياتنا. أبونا يسوع شو كان قصده من أنه يوصل البشارة من خلال امرأة كنعانية؟ أولا حلو نحكي عن صيدا وصور وامرأة، هالامرأة الكنعانية يلي منحكي دغري فيها أنه رب يسوع المسيح إجا على لبنان، إجا على هالمنطقة هوني. أكيد، وأنت ذكرت أنه هيدا المنطقة ميزة يسوع بمجيئه عليها، يعني عطاها مثل نكهة خاصة. نكهة خاصة، وخاصة هلأ نحن في عنا سيدة المنطرة المنيطرة اللي موجودة بمخدوشة. مزبوط. هيدي مطرح ما كانت العذراء تنطر هوني كان في شوية يهود، وممنوع مريم لأنه يهودية تروح على المناطق الوثنية، كان يروح يسوع. يعني هيدي المنطقة زارها أكثر من مرة، وكان عم بمزبوط كان فيها الطلاقة، كان فيها الحضور. والحلو بهالامرأة الكنعانية انه اول مره بيذكرنا الانجيل انه اجى على هالمنطقه وكانت سامعه عن يسوع. يعني صيت واسم يسوع وصل قبله. العالم بتوصل البشاره، العالم بتوصل عن هذا يسوع، عن هذا الشخص المميز، ولكن في اجت هي الوحيده لعنده، غيره وينن؟ ليش ما جيت لعند يسوع؟ ما بدكم شيء منه؟ مش منكم بحاجة لإله؟ يمكن هي لأنه كانت بحاجة لهيك إجت. بس أنا بس يسوع عم بيقلنا إنه بظن إنه عم بيقلنا إنه مش بس وقت تكونوا بحاجة لإله تدقوا بابي، فيكم دايما تدقوا بابي وتطمنوا عني. مظبوط 100% اللي عم تقولي. بس طبيعة صح. الإنسان نحن مننطر على الحشرة آخر شيء. مظبوط. سكر معنا كل النواحي، وينك يسوع تركنا؟ تعا ساعدنا. مظبوط. فمظبوط يسوع ميز هيدا الحدث، لأنه أكيد صار في عدة أحداث صارت، ولكن عطى ميزة لهيدي الأمرأة تعطينا عن أهمية دور الأم وأهمية دور الوثنيين يلي هو جاي تعطيهم هيدا الخلاص. وهون نرجع ننتقل لمنطلة التفكير الرسل هالتلاميذ، شو كان ردة فعلهم؟ ليش حكيوا هيك؟ ليش عملوا بهيدي الطريقة؟ وليش يسوع حكى كمان بالطريقة القاسية هيك الجفصة؟ نطلع فيك أنه جفس يسوع كان، أنه أنا ما بعطي أكل للكلاب، يعني شبهها للكنعانية بنوع الحيوان الكلاب. والكلب بالعهد القديم هو منه مثل هلأ بيتربى بالبيت وكذا، الكلب هو كان نجس، كان المتروك اللي هو مستوى الواطي أو نوع مزبوط. حيوانات هيدا هو الكلب، يعني عم بيحط للكنعانية عم بيحطها سمستوى تحت الأرض. انت ماشي، عم بيقول انت ماشي، كيف إلك عين تجي لعندي؟ انت منك شيء. طب هيدا يسوع المسيح؟ لا اكيد لا. ليش يسوع المسيح حكيها بهذه الطريقة؟ بكل بساطة حكيها بصوت التلاميذ، بصوت اليهود، مش تيقلن انه انا مثلكن، تيقول لهم شو بدي اجاوبها؟ مثل ما انتم بتجاوبوا رح جاوب مثل ما انتم بتجاوبوا، ولكن النتيجه هي اعلى، تخطي هيدا المستوى مع الرب يسوع المسيح. مشي بكلام وافكار الرسل تيقول لهم مش هيك لازم تفكروا من هلا ورايح. وانت ذكرت شيء، قلت انه كمان يسوع مثل برهن انه هو مش بس جاي كرمال اليهود، هو جاي كرمال كل إنسان 100%. وهون نحن كمان بدنا نتوقف بهيدا العصر، ما بعرف ليش صاير في كتير طيارات بالكنيسة، كل واحد فاتح على حسابه بمكان معين. هيدا اللي بيقلك الله الظالم، هيدا اللي بيقلك الله ما بيرحم، هيدا بس هو ما يعتبروا تبعين للكنيسة، لأنه نحن هولي ولكن أعضاء بالكنيسة بعضهم. ولكن للأسف في قسم كبير من الشعب لاحق هيدي فئة من العالم،
ولكن كمان من ناحية تانية يعني بدنا نكون دائما بعدل باعتدال الأحرى. أكيد. بدنا نكون لا إنه الله سموح ورحوم وعمل بدك ياما الله بده يرحمك ويطلعك على السماء. هيدي بروتستانت ومن هيدا النوع من العالم وهيدي الأفكار حتى عندنا الكاثوليك حتى الأرثوذكس في بعض الأشخاص. بس أبونا بكل شيء بالحياة إذا ما كان في مثل اعتدال ومش بس هيك إذا ما كان في حدود إذا ما كان في ليميتس مثل ما نحن بنقول تفلت يعني كل إنسان بيبطل عنده شوق لشيء. كمان نحن كتابنا يعني بيرتكز أكثر على القصص السماوية وليس على القصص الدنيوية غير كتب بغير أديان يمكن بيرتكزوا على قصص حياتية يومية. نحن كتابنا أعلى أنا هذا اللي بعتقده أعلى ولكن هيدا الأعلى نزل لعنا تيعلينا مظبوط يعني بس ما منفوت نحن بالتفاصيل يعني ما منفوت نحكي عن أشياء حياتية مثلا عن الزواج بالديتايات لا شيء جنرال أو مثلا عن يعني اللبس القصص الرب إيه يسوع المسيح بس عن القصص ضمن هالقصص نزل تيرفعنا لعنده يعني أساس إنجيلنا هو مظبوط إلهي ولكن كمان بالامثال مظبوط بالامثال كان يعطينا دائما امثال يشبه لنا مثلا مثل اكزامبل المراه الكنعانيه اليوم هذا مثلنا يعني هي شخص مثلنا صح. مش مثل بعيد عنا يعني هي ام هي ضحت هي خاطئه هي مش عارفه شو جاي تعمل اجوا اليهود هجموها اضطهدوها بطريقه معينه مظبوط 100% والحلو اللي عم نتوقف عليه انه الرب رحوم لازم بلش نفهم ما إلنا حق نكون سوري على الكلمة دواعش بتفكيرنا ما إلنا حق نكون متطرفين بأفكارنا هيدا منه يسوع يسوع بهيدا النص اليوم عم يكسر التطرف عم بيقتل هالروح الداعشية اللي عنا إياها هالروح اللي إذا ما بتعمل هيك رايع جهنم إذا ما بتعمل هيك بدك تتقاصص ما في شيء هالقد الرب لا يقاصص الرب لو بده يقصصنا كان من الأول ضل فوق بالسماء عملنا قوانين مشي بقوانينه يلي بيغلط على جهنم واللي ما بيغلط لعندي أهل وصالة فيه نزل على الأرض تجسد تيقلنا انتبهوا مصبوط. من الشيطان تبهوا من عدو في عنا كمان كرسي الاعتراف من الطرق يلي نحن فينا نكفر عن ذنوبنا 100% وأسرار الكنيسة السبعة مصبوط. كلهم سوا هول بيعطونا حياة ومن هون نحن ضروري نضل على وعي إنه يسوع المسيح بحبنا يسوع المسيح مش ناطرنا على الكوع يسوع المسيح والظهورات وهالخبار كلها سوا هول منن شيء قدام الكتاب المقدس ورحمة الرب ومحبته نحن علينا نستفيد من رحمة الله وما نستغل رحمة الله مصبوط. وعلينا نستفيد من عدالة الله ومش نستغل عدالة الله لأنه أوقات عم نحكي نحن كأكليروس وكمكرسين وكناس ملتزمين بالكنيسة عم نحكي بطريقة كأنه العدالة هي أساوي هيدي منا الرب يسوع المسيح بالعكس. العدالة هي رحمة هي حب هي انتباه وهي حكمة انتبه وقت الام الصالحه يلي هي مثل ما امراه الكنعانيه امت المستحيل كرمال بنتها ولكن قبل ما وصلت لعند يسوع كانت عم بتنبه بنتها انتبهي يا بنتي انتبهي ولكن كان فيها تقلا موتي وحلي عني انت لانك بنتي لاني بعرفك لا بتعرفيني ما استسلمت راحت مظبوط ما استسلمت حطت بنتها بالمكان المناسب عند الرب ايدين الرب يسوع المسيح فنحن مطلوب منا حيلا حالة عم نعيشها أكان حالة اليأس أو حالة الفرح كلهم حطوا بإيدين الرب الرب يسوع المسيح بنعمته وبحلول روحه القدوس بحياتنا وكن نحن عم نتفاعل وخاصة على ضوء أسرار الكنيسة يلي باب الكنيسة مفتوحة مش كنيسة عم نحكي من ناحية الحجر ولكن الكنيسة معنوية. من ناحية الكنيسة يلي هي على رأس الرب يسوع المسيح مزبوط. يعني أبونا اليوم فينا نقول أنه من إنجيلنا استخلصنا دور المرأة قد مهم دور الأم التضحية وجود الشيطان ولكن عدم الاعتراف فيه
وجود انجرار حوله، وجود ايضا الاضطهاد، يعني كل مره نحن بالانجيل عم ننزل عم نرجع نذكر انه في اضطهاد، ولكن نقبله بطريقه سليمه، نقبله بطريقه بطريقه المحبه يلي الرب يسوع دائما بيوصي فيها. صحيح. انا بشكرك على حضورك، بتحب تقول شيء باخر؟ انا بحب اقول انه اكثر صفه للرب يسوع المسيح اللي هو العادل والرحوم، ولكن الرحمه هي اللي بتطغى اذا نحن عرفنا نحط ايدنا بايدين الرب. فبدنا نكون مثل هالمره الكنعانيه يلي نسلم ضعفنا ومشاكلنا عند ايدين الرب يسوع المسيح، ما نكون متحجرين بالتفكير، نكون مثل هالسائل يلي هو عم يعطي البساطه بالحياه. حياتنا مع يسوع كثير بسيطه وكثير حلوه، البسمه هي اجمل سلاح، والفرح وعيش السلام والنظر مثل ما قلتي كمان حضرتك بأول اللقاء اللي هو التنمر، هيدي نحن كان موجودة هيدي التنمر، ما حماناش تحكي عنه، اللي كمان التلاميذ كانوا عم يتنمروا. مزبوط. على هيدي المرة الكنعانية، مش الرب يسوع المسيح قال له شو بدكم؟ بدكم اتنمر مثلكم؟ لكم شو النتيجة؟ الموت. ولكن وقت تخطى التنمر عطى الحياة للمرة الكنعانية ولا بنتها، وعطانا مثال نحن قادرين نعيش مع الرب يسوع المسيح أجمل حياة السلام والمحبة. مزبوط. أبونا أنا بشكرك على حضورك معنا. مشاهدينا فاصل صغير ومكملين معكم بمواضيع شيقة ومهمة. كنت مذكى البهاء.
مشاهدينا رجعنا بعد الفاصل. السياحة بلبنان هيدا الفترة كتير عم تتطور، وكتير من المحال التجارية أو المرافق السياحية عم تفتح، وبذات الوقت في كتير محلات سكرت وكتير شركات صرفت العديد من العمال. في كتير أشخاص ما بيعرفوا عن قانون العمل وطريقة العمل بطريقة قانونية ومنظمة. لهذا السبب اليوم ضيفنا المحامي أدهم الخوري، رح نحكي نحن وياه ونناقش أكثر تفاصيل عن هالأمور. أدهم أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك وللمجتمعين. شكرا على حضورك معنا. أدهم، مثل ما سمعت يعني نحن بهذا الوضع في كتير ups and downs، يعني عالم عم تترك شغلها، وبذات الوقت في كتير أشغال عم تفتح وعم بتبلش تنطلق، خصوصا الفود and beverage، يعني كل شيء خاصه بالأكل وبالمطاعم وبالقصص السياحية. أولا كمحامي وبطريقة أنونية، شو تعريفك لعقد العمل؟ يعني منلاحظ أنه في كتير أيام أشخاص عم بيتوظفوا بلا ما يعملوا عقد عمل، ولكن هو شيء ضروري. شو تعريفك؟ نعم. عقد العمل هو علاقة تعاقدية بين رب العمل والعامل، أي الأجير. ممكن يكون هذا العقد، ممكن يكون خطي، ممكن يكون شفهي. هو علاقة تعاقدية بتربط، يعني بتوجب على الأجير أنه يقوم بعمل مقابل أجر بيترتب على رب العمل أنه يدفع له إياه. مزبوط. هذا العقد مثل ما قلت أيام بيكون شفهي، بس شو الإثبات؟ قابل للإثبات بكافة الطرق. ممكن بيكفي أنه هذا الشخص عم بيقوم بعمل بشكل منظم، عم يحضر بشكل يومي، عم بيقوم عم يسمع، عم يطيع أوامر رب العمل. بيكفي لإثبات أنه في علاقة تعاقدية ترتبط بعمل معين لحتى يكون في عقد عمل. ولا يجب، يعني يحذر أن يكون عقد العمل على مدى الحياة، يعني بيكون يا محدد المدة يا غير محدد المدة، إنما لا يكون على مدى الحياة، ويحذر إنه يكون بالامتناع عن عمل كمان لمدى الحياة. منلاحظ كمان بهيدي الفترة إنه في كتير مثل أولاد، إن كان من الجنسية اللبنانية أو غير اللبنانية، عم يشتغلوا بهالمحلات. يعني يمكن يكون عمره شي 12 سنة، 13 سنة، 14 سنة. طيب بدي أسألك يا إنه شو هو السن القانوني لاستخدام الأولاد أو الأحداث؟ السن القانوني لاستخدام الأحداث هو 13 سنة وما فوق. يعني في شخص عمره 13 نعم سنة يبدأ من 13 سنة، شرط أنه يخضع لفحص طبي ولحصول على شهادة من وزارة الصحة العامة. الأعمال يلي هي أعمال بمشاريع صناعية يجب أن يكون من 15 سنة وما فوق، والأعمال يلي هي فيها خطر معين من 16 سنة وما فوق. يعني فينا، يعني مش غلط انه نشوف حدا عمره 13 يمكن عم يشتغل بمطعم. نعم، شرط يكون متأيد بالشروط اللي يمكن انه ما يحمل قصص نعم ثقيله، او ما يكون عم بيقوم باعمال شاقه شوي. نعم، والدوام هو لست ساعات بالنهار مش اكثر، ويتخلله ساعه راحه كمان. بالنسبه لموضوع النساء يلي بيشتغلوا والتفرقه يلي موجوده بين الجنسين، خصوصا انه نحن بمجتمع شرقي، يمكن نعم القانون العمل يحظر التمييز بين بسبب الجنس، تفريق بسبب الجنس بالعمل، إن كان من ناحية التوظيف أو دوام العمل أو الوظيفة. حاليا في الشركات الدولية أو العالمية اللي لها فروع بلبنان عم بيكون عندها policies أو أنظمة داخلية تحظر تفرقة بسبب الجنس. وهذا الشيء، وحتى بسيستم التوظيف، بنظام التوظيف كمان عم يتطبق هذا الشيء، وفي شركات محلية كمان عم تتبع هيدا الأنظمة الداخلية بخصوص هيدا الموضوع. ويعني المرأة لازم تكون مثل الرجل، ما في شيء بيمنع انه تكون عندها. اكيد اكيد، كان من ناحية الوظيفة او طريقة التوظيف او الراتب او نوع العمل، اكيد. طيب بالنسبة لساعات العمل، لانه بنشوف في كثير اشخاص عم يشتغلوا كثير وقت زيادة، عم بيفرض عليهم، خصوصا هلا بعد تدهور العملة، يعني بيقول لك انا عم بقبضك مثلا تنعتبر معاش بالدولار، لا مجبور تشتغل، مجبور ما تفل الا تتقلص شغلك. نعم، الدوام حسب قانون العمل اللبناني هو الحد الاعلى للساعات هو 48 ساعة. 48 ساعة بالجمعة؟ بالجمعة اسبوعيا. في حالة خاصة بالنص خاص بالمطاعم بيسمح انه تزيد عن هيدي الساعات، انما هو
بالإجمال بشكل عام 48 ساعة الحد الأعلى الجمعة. وإذا رب العمل ما كان ملتزم هالشي بحق له أكيد هيدا مخالفة بحق له يتشكى لوزارة العمل وبحق له يحط. طيب يعني السؤال هون إذا ما في عقد في يتشكى؟ أكيد أكيد عليه فقط هو بحق يجيب له يجيب إثبات؟ نعم نعم بيجيب أي إثبات وهو في ما يلتزم بهود الساعات وإلا يفسخ العقد وفي يتشكى لوزارة العمل أو لمجلس عمل تحكيم. طيب أي متى بحق لرب العمل أنه يطرد العمل اللي عنده؟ يعني اليوم يمكن في كتير أشخاص بيقولوا لسبب معين أنا بدأ أطرده، بحق له بنص الشهر بآخر الشهر بأول الشهر؟ لكل من يعني لكل الطرفين لرب العمل أو العامل بحق لهم أنه يفسخوا عقد العمل ساعة اللي بدهم بشرطين. شرط أنه يلتزموا بمهلة الإنذار، في مهلة إنذار حسب كل أجير أو عامل قديه له سنين خدمة بالعمل، وشرط أنه ما يسيء استعمال هيدا الحق لإله. يعني ما يعني مثلا رب العمل بده يكون إذا بده يطرد الشخص بده يكون لإله سبب، بده يكون في سبب مقبول، ما في يطرد لسبب غير مقبول. هيدي هي الشروط، شرط التقيد بالإنذار وإلا بيتوجب تعويض على الإنذار. التعويض بيتراوح إذا كان بالطرد رب العمل ممكن يحق للأجير بين الشهرين و12 شهر، بهذا بعود تقديره للمحكمة. بين الشهرين و12 شهر بحق للأجير شو؟ أجر؟ يقبض بعد نعم، تعويض. أو إذا بحال تم الصرف، تم الترك من قبل العامل كمان على أساء استعمال حقه، بالتعويض بيكون بين الشهر والأربعة. يعني بده يشتغلون مجبور يمكن؟ لا، هول بدهم يدفعون، هول دفع تعويض بيكون. العامل بده يدفعه لرب العمل؟ نعم، بيكون يحكم بالتعويض حسب يعني بيعود تقديره للمحكمة. طب أدهم، قد ايه نسبة الالتزام بهذا القانون بلبنان؟ القانون يطبق، بالعكس القانون كتير براعي ظروف العاملين. بس عم يطبق هلأ؟ نعم، المحاكم في مجالس عمل تحكيمي بكل محافظة، وحتى وزارة العمل عم بتقوم بدورة بالتفتيش، وحتى عم بتقوم بملاحقة الشكاوى والوصول لمصالحة بتوين يعني بأول مرحلة الشكوى بتجربوا المفتشين أو الموظفين بوزارة العمل أنه يقوموا بمحاولة الوصول لصلحة بين رب العمل والعامل قبل ما تتابع الإجراءات القضائية. يعني عم بتلاحظوا أنتم بالمحاكم أنه في نسبة من هول الشكاوى. نعم نعم. يعني بحال الأجير يعني في حالات بتم فيها صرف ما بيكون ملزم للأجير ولا رب العمل أنه بتعويض أو حتى الالتزام بمهلة الإنذار. في حالات بالنسبة إذا رب العمل بده يفسخ، في حالات عدة منها إذا الأجير تغيب أكثر من 15 نهار بالسنة أكثر بدون سبب أو غير عطلته. يعني نعم غير عطلته، وإذا تغيب سبعة أيام وراء بعضهم، أكثر من سبعة أيام وراء بعضهم كمان. يعني هو لي مثل ما فينا نقول هو لي تفاصيل صغيرة بتفسروا حسب كل حالة. نعم. لأنه هو القانون شامل ولكن في مواد يمكن بتكون أكثر دقيقة. نعم نعم مزبوط. هيدي احدى الحالات، وحتى كمان اذا تخطى هي فتره التجربه 3 اشهر مزبوط، probation period. اذا قطعت هيدي 3 اشهر ورب العمل ما انه راضي عن أدائه بحق له ما يكفي معه مزبوط، هيدي ما بيتوجب ولا اي انذار ولا اي تعويض، يعني بيترك عادي بس بيكون عم بيقبض كان قابض هيدا 3 اشهر 100%. واكيد اذا الاجير قام باي عمل مضر عن قصد او عن اهمال كمان مقصود ادى لضرر برب العمل كمان هيدي حاله. ادهم، شو كلمتك الاخيره بهيدا الوضع وبهيدي الظروف للعمال ولا ارباب العمل؟ انا بتمنى على كل من رب العمل والعاملين انه يعني يتبعوا عقود عمل منظمه بشكل مزبوط، يستشيروا محامين، كان رب العمل يتبع لشركته أو مؤسسته عقد عمل براعي فيه كل الشروط، يعني كل الشروط متواجبة حسب قانون العمل،
وكمان للعامل يتأكد قبل ما يمضي ويتسرع على ما يتسرع ويمضي على أي عقد عمل، يتأكد قبل يستشير محامي، يتأكد قبل ما يمضي قبل ما أكيد فيهم يعني. يستشيروك أكيد. اسم الله عليك. أدهم أنا بشكرك على حضورك معنا اليوم، يعطيكم العافية والله يقويكم، ومثل ما قلنا يعني إن شاء الله هالعاملين وأرباب العمل يلتزموا أكثر بالقوانين لأنه هي بتحفظ حقوق الطرفين. مرسي لك وشكرا على استضافتك. مشاهدينا فاصل صغير ونحن مكملين معكم، انطرونا. للعذراء نفسي بتشتاق والعطفة وحنيتها، من عمري ضيعت وراق وعدا بقلبي صورتها. فاضت عالكل نعمتها معنا بتضل. شو حلوي شو حلوي شو حلوي ورديتها، للعطرة نفسي بتشتاق والعطفة وحنيتها، من عمري ضيعت وراق بعدها بقلبي صورتها. لعينيها ضويت سراج وحرقت البخور، وانحنيت قبال التاج مكلل بالنور، مسبحتا صليت كتير ومثل الطفل رجعت صغير، وقلبي من الفرحة بيطير كل ما بسمع كلمتها. للعطرة نفسي بتشتاق والعطفة وحنيتها، من عمري ضيعت وراق بعدها بقلبي صورتها. العذراء حدي ليل نهار ما بعطش ما بجوع، حبها بيرويني انهار وبيشفي الموجوع، هي الملجا والميناء تحرسنا وبتحمينا، وعيسوع بتهدينا وبتعطينا بركتها. للعطرة نفسي بتشتاق والعطفة وحنيتها، العذراء نفسي بتشتاق والعطفة وحنيتها، من عمري ضيعت وراق بعدها بقلبي صورتها. الآن وفي ساعتي.
مشاهدينا بعدنا مكملين معكم، واليوم حلقتنا مثل خليط من كل شيء. ضيفنا بالقسم الثالث من شبابيك لليوم هو شخص جمع بين حبه للرياضة وحبه للإعلام والصحافة. ضيفنا موهوب، عنده صوت بجنن وكتير بحب يعلق على متوشة الباسكت. ضيفنا أنطوني مجدلاني الإعلامي، وأيضا إذا فينا نقول المعلق. أنطوني أهلا وسهلا فيك. صباح الخير جسان، صباح الخير لكل المتابعين عبر نور الشباب. إن شاء الله هيك يكون حلقة فيها حب أمل وتفاؤل على قدر المطلوب. يعني طالع معنا اليوم عم جد مبين لنا أنك رياضي وبتحب الرياضة. اليوم 100%، بس إذا بس بيحبك يبركة الحلقة على أي تكة كنت عوشك الوجود على الملعب. يعني حياتنا بيور رياضة، ما بنحكي شيء نحن بحياتنا بكل أحوال إلا رياضة. نحن بمحل ننسى البلد شو عم بيصير، we totally ignore شو عم بيصير على الأخبار، and we focus on the bright side اللي هو الرياضة اللبنانية اللي عم تتحدى كل شيء، والحمد لله واقفة بعدها على الشرايين. مظبوط، لأنه بهيدا الأيام عن جد الشخص هيك لما بيمارس الرياضة أو حتى لما بيتابع الرياضة يمكن هيك بيشوف شوي الأمور بطريقة إيجابية أكتر وبيحس بالإيجابية. definitely الأدريالين اللي بيطلع من الواحد هو بحد ذاته بيعطيك هذا ال positive attitude، بيعطيك هذا الطاقة الإيجابية بحد ذاته، إنه حتى المايندسيت تبعولي بيختلف. يعني إحنا بعالم الباسكت بنقول له مامبا mentality، هو the mentality of never giving up، the mentality of a positive attitude. So through the positive vibes and the adrenaline from sports، حياتي كلها تفكيري كله بتغير. مظبوط. أنطوني خبرنا، شو بتحب أكثر، الرياضة أو الإعلام إذا فينا نقول؟ أنا جمعت الإعلام والرياضة مع بعض جنب إلى جنب. يعني بالنسبة لي مظبوط، ما أنت جمعتهم اثنيناتهم، شو بتحب أكثر؟ ما في فرق بيناتهم صراحة، ما بقدر، لأنه اثنيناتهم شغلتي. يعني بس تقليل الرياضة أو تقليل الإعلام دي بلانس أنا بتحب، بس تقليل مثلا ملعب أو تقليل مدمار سباق أو تقليل مباريات أو تقليل بطولات لحالة دي بلانس أنا بتحرك، ما بقدر أبعد عن الاثنين. خبرنا طيب، كيف بلشت طريقك، أو كيف أنطوني هذا الشاب يلي تخرج أو قبل ما يتخرج كيف قدرت تنقي خياراتك؟ تعرفي دائما I do believe that everything happens for a good reason. يعني لما بلشت أنا كارييرتي بلشت ما كنت حاسب حساب إنه وصل لهون، ولا كنت حتى عارف إنه أنا شو بدي. literally ما كنت عارف شو بدي. فبداية قبل 2014 ممكن بعد المدرسة ما كنت فتح جامعة حتى، بلشت ضمن أحد الفرق بالدرجة الأولى على صعيد كوري، سلي كنت ضمن رابطة الشو. بدأت معهم مستلم المنصة الرئيسية للنادي، then after it تحولت بالسنة اللي بعدها عم بحكي 2015-2016 لمايسترو جمهور هذا الفريق. The year after it تواصل معي أحد الزملاء اللي أنا عم بعمل انترفيوز في الملعب، بدي اياك تجي تعمل معي انترفيوز. قلت له انا اول شيء كنت متردد انه ما شايف حالي هذا الميلة، ما كنت شايف حالي ابدا بالمجال الاعلام، ما شايف حالي حتى على صعيد المقابلات. كنت بس مشجع يعني. كنت مايسترو جمهور يعني خلص انا بس بدي اعمل شيء اي جو ثرو ات للماكسيموم، يعني بحب كل شيء يكون على بيرفكشن، بحب اعمل كل شيء للاخر. مظبوط، لانه بتحب هذا الشيء. يعني بعطي كل شيء عندي، كل شيء شغف عندي بكبه. فكبيت كل شيء شغف عندي على قياده الجمهور. كنت يوصل لما اوصل لمحل عم قود جمهور 5000 شخص، كان عمري بوقتها 17 سنه. 5000 متابع او متابعه او متفرج او متفرجه كانوا عم يتابعوا المباراه، كنت انا عم قودهم كمايسترو جمهور. السنه اللي بعدها عم نحكي 2016-2017 بدات المسيره على صعيد العمل الاعلامي الرياضي. ما كانت big one لأنه ما كنت أنزل أنا أعمل interviews، ولكن كونت experience من هذا الزميل اللي تعا معي. وأنا بالنسبة لي this guy غير لي مش غير حياتي بشكل كامل، شالني من محل حطني بمحل تاني. 2017-2018 هون كانت النقلة النوعية، هون كنت بلشت أول ما كنت في الجامعة خلص هون كنت عرفت أنا شو بدي. يعني 2016-2017 أنا عرفت أنه أنطوني مجدليني بده يعمل إعلام. أنا مع إني كنت ضايع، كان عبالي فوت بالتمثيل، كنت أفكر ميلة تاني أعمل محاماة، يعني ضايع. أخذت قراري إني فوت على صعيد المجال الإعلامي وتحديدا بالإعلام الرياضي. فت على الجامعة اللبنانية كلية الإعلام، حليت وقتها إذا ماني غلطان بالمركز الثامن على أصل 220 شخص كان قدموا على الامتحان. عملت ثامن بوقتها وما عاد شفت لها النتيجة أبدا. ف
2017-2018 فعليا هون بلشت المسيره الرياضيه، بدات اعمل مقابلات على صعيد الملاعب، صارت البيج اللي انا بشتغل فيها بوقتها كانت دربلينج، صارت هي النمبر 1 بيج على صعيد الباسكت بول بلبنان. برافو. كل سبورتات الباسكت كانت موجوده على البيج، المضويات الواقع يعني في بتذكر فريق شانفيل كله موضي معي على لايف بصفحه دربلينج، كل الفريق موضي معي، كان وقتها معي رئيس لجنه السله بنادي المريمين شانفيل استاذ ابراهيم نصر، موضي معي الفريق كاملا على اللايف وقتها. يعني هذا مجهود شخصي إذا فينا نقول، يعني أنت اشتغلت كتير على حالك. أنا improved a lot، يعني أنا بينه وبين حالي برجع بحضر كنت مقابلاتي to improve، مثلا بسأل إنه هون وين غلطي، هون وين صح. برافو أنتوني عن جد، هذا مثال الشخص يلي عن جد كتير بيشتغل على حاله تيحقق إذا فينا نقول طموحاته تيوصل. ما بديش كمان شيء اسمه الله عليك كمان improving a lot كمان. بلبنان you have to work on كل الجبهات، تشتغل على كل شيء جبهة تطلع حالي من مكان لتقدر توصل للهدف اللي حاطتي. بس أنا بتذكر كثير منيح أول مقابلة عملتها بكاريرتي كلها بال 2017-2018 كانت مع المدرب الوطني القدير السان سيرفيس، يلي طول مسيرتي لحديت هلأ بعد واقف حدي وبعده بيدعمني وبعدنا تواصل دائما أنا وياه على الرغم من الابتعاد على صعيد الجغرافي. كوتش حسان بليبيا كان عم يدرب بالدوري الليبي وفاز باللقب الليبي وأنا هون بلبنان. بس أول مقابلة عملتها بكاريرتي كلها كانت مع غسان سركيس يلي وقف حدي ودعمني. عن جد قديش حلو إنه أشخاص هيك يوقفوا حد أشخاص يمكن هن بمطرح معين كانوا مثلك، يعني يمكن أستاذ غسان بمطرح معين بلش من محل صغير وبلش يعلى، قديش حلو إنه يشبه حالته لحالتك ويدعمك. هيدا كان يقول لي دايما شغلة، كان يقول لي دايما شغلة بتذكر مرة كنت عنده بالبيت قلت له thank you always for always pushing me forward and supporting. قال لي أنا بشوفك مثل ما بشوف الأولاد اللي بربيهم بالبلاعب، إن أنا بشوف صبي طموح ما عنده حدود لطموحه عم يكبر ويطلع السلم درجة درجة، أنا واجباتي إنه أوقف حدك لأنك ابن من أولادي. فعلى مر السنين كان يوقف حد بكذا محل، كان he was always pushing me forward, he was always believing me. حتى السكوبات كلها كانت تكون من حصة الأسد اللي كنت أنا بوقتها 2017-2018. بس بال 2018 هون كانت النقلة النوعية بشكل كامل بكل معنى الكلمة، لأنه بال 2018 تعرفت على شخص يلي هو أونر ومالك ومؤسس شركة سبورتس مان اللي أنا بشتغل معها حاليا اللي هو طارق عبود. طارق عبود شيل أنطوني مجددين من المحل حطه كومبليتلي بمحل تاني، يعني أول بطولة رياضية علقت عليها كانت من وراء طارق عبود يلي شاف فيه شيء أنا ما كنت شايفه، يعني أنا ما كنت علق ما بتصور، بتذكر مرة واحدة بس علقت وأنا طلبت إني علق وما كانت هالجود فيدباك يمكن ما وقت ما نزل كده. بس أول مرة علق فيها بحياتي رسميا كانت ببطولة ضياء تنظيم سبورتس مانيا بمسرح الأشواع بمشاركة 16 لاعب. بعدني بتذكر كتير منيح هذا النهار، وطارق يبوش مي ومن هون يمكن بلشت تتوالى النجاحات، يعني مع طارق مربط كل شيء. أنتوني بس دبي. التعليق بدي أقول لك سوري، التعليق بده ثقافة، يعني بده مش بس ثقافة، بده اطلاع ومتابعة، يعني انت بدك تكون كتير عم بتتابع الجيمز، بدك تكون كتير عم بتتابع اللعيبة، وبدك تكون ايضا عندك ثقافة بهيدا الفيلد. مزبوط يلي عم بحكيه؟ دفنتلي، ومع كل شيء حكيتي مع كل هالنولج اللي موجود عندك بده يكون عندك شغف. ما في شغف ما في تعليق، يعني if you're not passionate مش بس بالتعليق، بكل شيء. لا بكل شيء بالحياة اكيد. بس انا لانه من ورا طارق عبود دفعني بحالتي يعني كومبليتلي، من ناحية تانية من وراء طارق صرت عم بعلق أكثر كمان على الفئات العمرية، يعني كل هالجيل اللي عم يلعب هلا بالدرجة الأولى عم نشوف هلا نجوم على صعيد الدرجة الأولى بلبنان، عم بحكي على صعيد علي منصور، عم بحكي على صعيد كريم زينون، عم بحكي على صعيد يوسف خياط، يوسف خياط اللي هلا صار من أنسي دبل إي عم بيلعب مع ميشيغان، عم بحكي على صعيد جابرييل صليبي، عم بحكي على كثير من اللاعبين ما بدي أنسى حدا، رودي حاج موسى عم بيلعب مع حكمي مارك خويري. كل هالشباب قطعوا علي بفترة من فترات علقت لهم إن كان بالفئات العمرية أو إن كان حتى بالأندر 23، which I'm proud إنه هالشباب عم بيربوا معه وأنا عم بربى معهم. وهذا الشيء لبعدين بيصير كتير مهم لألك، خصوصا إنه يعني أنا عم يكبروا وعم يتأهلوا. أنا هلا كل شيء ريزلت مثلا الفئات العمرية خلص إنه مخزن جوا دماغي، حافظهم، بعرف مين ربح على مين، ربح على بطولة مين، أيمتى ربحوا أيمتى خسروا، مين كان معهم بالفريق وقتها، يعني مثلا جهاد الخطيب اللي هلا بيلعب مع فريق بخشي الدوري التركي كمان سبق وعلقت له نجل الأسطورة فهد الخطيب. يعني كل هالأسامي اللي قطعت I'm very proud أنه واكبتهم بمكان ما. بعدنا عم بكبر هلأ كمان through the times، كلهم صرنا we combine the big basketball family،
وإن شاء الله دايماً هيك بتضلك أنتوني. أنتوني بدي أسألك شيء، حضرتك بتحب الباسكت وكتير بتتابع الباسكت وعم بتعلق متوشة باسكت، هل شي نهار بتفكر أنه تتابع أكتر فوتبول وتبلش تعلق على متوشة فوتبول؟ أنا بعلق كل شيء بيسكلي، يعني مش بس باسكت، بس فوتبول ولا مرة علق ميني فوتبول، معلق فوتسال، معلق هاندبول، معلق فوليبول، معلق ألعاب قوى، معلق ماراتونات، معلق جودو، تيكواندو، سامبو، يعني بعلق على كل الألعاب، بس فوتبول ولا مرة صحت لي. بس الفكرة كتير حابب أجرب هذا الإكسبيرينس على صعيد عندي طموح إنه علق فوتبول، لأنه عندي ساعة ونص من الوقت أم بريتي شور بقدر أعبيهم، عندي ولا مشكلة بتعبيهم. اسم الله عليك. بس انا بحب بس عندك ثقه اي كان دوت، ما عندي ولا 1% شك، يعني يلي بيحمل ماراثون بنحكي هون السبع ساعات نون ستوب، يعني سبع ساعات ما توقف، سبع ساعات ما فيك تعيد نفس الفكره، العالم بتكون مركز معك على دق التفاصيل، سو يو هاف تو اولويز بي كرييتيف، بيقدر يحمل كل شيء. يعني هيدا الثقه يلي سمعتها في ما يخلي رئيس الجمعية بيروت ماراثون مجال التحية، خلص أنا كسبتها، طلعت على بطولة غرب آسيا ألعاب القوى، برافو. مستضيفة جمعتين. أنتوني هل أنت بتمارس كمان الرياضة؟ يعني مش بس بتعلق ومش بس بتتابع، أنت بتمارس الرياضة؟ أنا صراحة هلأ ثرو ذا سمارت ووتش هلأ ريسنتلي، أنا قبل كنت أعمل سبورت، هلأ خرجت خففت نتيجة الضغط الشغل، ما بيكون عندي مشكلة كتير بوقتي، يعني ضغط وقتي على صعيد شغلي وعلى صعيد التصويرات وعلى صعيد الحلقات، ما بقى عندي وقت كتير أعطي وقت للرياضة. بس ثرو ذا سمارت ووتش أنا لو بطلع ساعة مثلا أنا واعي اليوم الساعة 9 للنهار، عامل لهلا 4171 ستبس، اي انجوي كاونتينج ذي ستبس، لانه كل ما عامل ستبس اكثر كل ما احرق كالوريز، اساسا حاطط المين جول تبعولي 12000، سو دائما في تحدي بيني وبين حالي. هيدا الشيء بيخليك مثل تضلك هيك متشجع، يضل عندك موتيفيشن لحتى لي مثل انه بكل شيء مش بس بالسبور، كمان بشغلك لحتى لي تضلك عم تتطور وتتحسن. أنتوني بدي اسالك شو نصيحتك لطلاب الصحافة والإعلام، كونك أنت دارس صحافة وإعلام؟ أنا مش بس بدي أوجه نصيحة لهم، بدي أوجه نصيحة لكل لبناني ولبنانية، كل شاب وصبي. نحن بوضع جدا متأزم، نحن بوضع جدا صعب، ولكن نحن اليوم بمحل يا منعيش يا منموت، يا منكمل يا منستسلم. نحن قررنا أن نكمل طريقنا لقدام، بعرف وضعنا صعب ولكن ما خلصت الطريق، طريقنا بعد طويلة. خلينا نطلع على العين المشرقة دائماً، في أمور فيها برايت سايد، فيها إشراق، فيها أمل. خلينا نشوف هيدا الناحية اللي فيها أمل، اللي فيها حياة، اللي فيها حب، نركز على نحن شو بدنا، فوكس على هيدا الجول. ما نجي نقول إيه أنا بدي أروح هلأ أشتغل ببلاش ما معي مصاري، ضحي، حط كل شيء عندك، إذا عندك هدف الحق هدفك، ما تخلي هدفك يكبر. مظبوط، وهيدا الشيء اللي نحن بنحكي عنه، نحن بنجرب قد ما بنقدر. Definitely, and whenever you say you want something, أنا كتبت وصلت لمحل كتبته على إيد الروح الصباح بطلع فيها، كتبت believe become، آمن باللي بدك إياه بتصير، يعني حقق حلمك من وراء إيمانك، فكل شيء بيرجع لنقطة الإيمان. فأنتوا بس إنه شغلة، ركزوا على أنتوا شو بدكم، واهتموا بشغلكم لوحدكم، سو غيركم رح ينتقدكم، غيركم رح يقولكم فاشلين، غيركم رح يتنمر عليكم، غيركم رح يحكي عليكم، بس لسبب واحد، لأنكم أنتم متميزين، ولو ما كنتم متميزين ما بتدفعوا غيركم أنه يحكي عليكم. So, نسوا شو رح يحكوا عليكم، فوقسوا أنتم شو بدكم، خذوا الانتقال بطريقة إيجابية وكبوا التدمير السلبي، كبوه على جنب. You have a bright future ahead. لبنان ما رح يضل هيك. We're gonna rise up. إن شاء الله، والله يسمع منك أنتوني. أنتوني أنا بشكرك على حضورك معنا، وعن جد إن شاء الله هيك بتضلك مستمر بهيدي الشجاعة وبهيدا الشغف يلي عندك، وأنت عن جد مثال لكتير شباب لبنانية عم يسعوا وعم يضحوا ماديا ومعنويا وجسديا كرمال يطوروا حالهم. شكرا لك أنتوني. Thank you so much عليك جسان. Thank you so much. مشاهدينا هون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من شبابيك لليوم. أنا بدي لكم كلمة أخيرة بهذا الختام. خلينا دايما عن جد، صحيح في سلبية بالحياة، وصحيح في يمكن أمور أيام بتضايقنا، مش غلط أيام نفكر بطريقة سلبية، مش غلط نحس هذا الشعور البشع، بالنهاية الحياة مش كلها إيجابية ومش كلها أشياء حلوة، ولكن نهار اللي بيكون عنا شغلة صغيرة يمكن حلوة صارت معنا، خلينا نستفيد وننبسط فيها، خلينا نفكر أكثر بالخير، لأنه بس نفكر بالخير بيجينا الخير. أنا بدي أشكركم على مشاهدتكم لإلنا متابعين شبابيك، شكرا على دايما متابعتكم.
بشكركم وإن شاء الله نهاركم يكون بجنن.